نرجع معاكم بقى لحاجه جميله جدا. الحقيقه في وحده اسمها وحده تكافؤ الفرص، زي ما احنا بنتكلم على مبدا تكافؤ الفرص، في وحده اسمها وحده تكافؤ الفرص. الوحده دي اللي انشاتها وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وهي بتعتبر تطبيق حقيقي للهدف الخامس من اهداف الامم المتحده لتحقيق التنميه المستدامه اللي بتحقق المساواه ما بين الجنسين، في إطار طبعاً إنه في أهداف لتمكين المرأة الحقيقة لها دور فاعل وقوي في عملية التنمية. الوحدة دي بتقوم بدور مهم في مواجهة أي تمييز نوعي في وزارة التخطيط والهيئات التابعة ليها، مع دورها إنها كمان تعد قواعد بيانات لكل العاملين، تحللها، تقدم حلول للمشاكل اللي ممكن تكون بتواجه المرأة العاملة في الوزارة. وده اللي احنا نتعرف عليه بشكل أكبر مع ضيفتنا اللي بتنضم إلينا عبر سكايب، دكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. أهلا بيكي. يمكن احنا دايما بنسمع عن مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة ما بين الجنسين، لكن إنه يتم إنشاء وحدة متخصصة في وزارة التخطيط يكون ليها هذا الدور الفعال عشان يتم تمكين المرأة، دراسة مشاكلها، ده الحياة جديدة، يعني جديد علينا ان يكون في وحدة زي دي جوه وزارة التخطيط او بالمعنى اللي احنا دايما فاهمينه. هو فعلا هو معالي الوزيرة مهتمية جدا بموضوع مساندة المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا، وكان التوجه ان هو انشاء وحده تكافؤ الفرص لتحقيق المساواه ما بين الرجل والمراه في الوصول الى المناصب القياديه وتشجيع المراه على التقدم للحصول على المزيد من التدريبات ورفع الكفاءه والمشاركه في الانشطه المختلفه اللي الوزاره ممكن تكون بتقدمها. وكمان وجهت معالي الوزيره ان يكون في وحدات مماثله في الجهات التابعه لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية. الجهات التابعة هي طبعا عندنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في المعهد القومي، معهد التخطيط القومي، في المركز الديموغرافي، ومركز ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة. ووجهت معالي الوزيرة أن يكون في وحدات مماثلة في تلك الجهات، إيمانا من معاليها أن بدور المرأة وأهمية التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات في الرقي والنهوض بوضع المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وتكامل الرؤى والتوجهات السياسية. هي طبعا المرأة المصرية طول عمرها الحمد لله متصدرة المشهد، وهي طبعا حققت الكثير من الإنجازات، إنما هي الوحدة هي بمثابة قوة دفع لمزيد من الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية ومشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. أرجع دكتورة شيماء، قبل ما نتعمق في ده عايزين نعرف ازاي تم تأسيس الوحدة وايه آلية العمل، يعني ابتديتوا ازاي تأسسوها، الوحدة بتشتغل ازاي علشان تحقق هذا المبدأ، يعني احنا بنتكلم داخل الوزارة او بشكل عام على مستوى مختلف القطاعات. هو حضرتك اكيد يعني تعرفي، استاذه مشاهدين اكيد يعرفوا ان وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه هي وزاره محوريه، وبالتالي دور هيكون مؤثر جدا في التعاون مع الجهات المختلفه والمجلس القومي للمراه ومختلف الوزارات، يعني سواء ذات الصله او يعني في الموضوعات المشتركه اللي ممكن نشترك فيها في النهوض بالمراه المصريه وتقديم كل سبل التعاون والتنسيق للرقي والوصول الى مكانه متميزه. انا عايزه اقول لحضرتك بس احنا سبب ان احنا انشانا وحده تكافؤ الفرص يرجع الى سببين. السبب الاول هو دوافع عالميه ودوافع محليه. الدوافع العالميه طبعا هي اهداف التنميه المستدامه، ويمكن اكيد نسبه كبيره من المشاهدين على درايه باهميه التنميه المستدامه او اهداف التنميه المستدامه، هم 17 هدف. هو عبارة عن إطار تنظيمي للدول الأمم المتحدة وضعتها. سبب الأهداف ديت أو الإطار دوت هو تحقيق جودة الحياة للمواطن، فهو عبارة عن إطار تنظيمي للدول على مستوى العالم تهدف من خلالها الوصول إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين. ومصر كانت في طليعة الدول أو في مقدمة الدول العربية اللي
تبنت أهداف التنمية المستدامة وأطلقت رؤية مصر 2030 عام 2016، وكان في محور خاص بمحور العدالة الاجتماعية، ويشتمل على المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق والفرص المتساوية، بالإضافة إلى أن طبعا الدستور المصري ينص على أهمية عدم التمييز ما بين الرجل والمرأة في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية وممارسة كافة الحقوق، ويضمن للمرأة الحصول على كافة المميزات أو عدم التمييز ما بين الرجل والمرأة. فهي وحدة تكافؤ الفرص، هي وحدة تعني بالرجل وتعني بالمرأة وتضمن عدم التمييز ضد المرأة، وتدفع بالمرأة إلى المستويات الأعلى أو الرقي بدرجة أكبر، بالإضافة طبعا إلى الأسباب المحلية اللي ممكن دفعت إلى أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص. هو برنامج عمل الحكومة المصرية، والذي يعني يستهدف تطوير الأداء والنهوض بالإنسان المصري وعدم التمييز ما بين الرجل والمرأة. طب. وفي عندنا استراتيجية تمكين المرأة، ونحن نزود فرصها في الوصول إلى المناصب القيادية والوصول إلى المناصب القضائية.